الموسم الثاني عباقرة الأصحاب والمباراة الأولى في المجموعة الأولى، وهفكركم بالنتيجة. فريق أطلس 100، فريق تشالنجرز رجع تاني في المباراة وخد 25 نقطة بتوع ضربات الجزاء وغير النتيجة 25. ودلوقتي مع آخر فقرة واللي هتحدد مين اللي هيكسب أول 3 نقط، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ، سؤالين لكل فريق. وأول سؤال نيفين، تفضلي يا نيفين. هنشوف نيفين وعجلة الحظ والسؤال الأول وموضوع السؤال إيه. لفة كاملة يا نيفين. معلومات عامة، سؤال في المعلومات العامة. يا ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ عشرين نقطة. بعشرين نقطة إن شاء الله. عندكم 15 ثانية، محدش يستعجل. معلومات عامة، والسؤال هو: ما هي الدولة العربية الأكثر إحرازاً للأرقام القياسية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية؟ ما هي الدولة العربية الأكثر إحرازاً للأرقام القياسية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية؟ 425 رقم. ثانية. أيوة، بس لازم أخدكوا كده. شفتي إجابتك يا حنان؟ الإمارات. حنان، الإمارات بعشرين نقطة، إجابة صحيحة. تشالنجرز 45. الحمد لله. أطلس 100. محمود سعد اتفضل، السؤال الثاني لفريق أطلس، وهنشوف السؤال الثاني وموضوع السؤال ايه. لفة كاملة يا محمود. شكرا. رياضة، سؤال في الرياضة. يا ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ عشرين. ده من غير ما تاخدوا رأي محمود. ولا جايز محمود يبقى ليه رأي تاني. واخدينه في الأول. كابتن الفريق رأيك ايه؟ عشرين. يا ريت لو بعشرة صح؟ سؤال في الرياضة، رياضة، والسؤال هو: ما هي الرياضة التي تحترفها البطلة المصرية نور الهدى عرفة؟ حصلت على الميدالية الذهبية في بطولة العالم تحت 23 سنة في باريس، في رياضة ايه؟ محمود سعد. ممكن ألعب قوة. ألعب قوة، رحت بعيد جدا. محمود سعد، إجابة خاطئة، مش ألعب قوة. الحقيقة السؤال مش سهل، يا الإجابة موجودة يا مش موجودة، بالتخمين صعب. إجابتك مين هجاوب؟ نادر. كرة السرعة. كرة السرعة. كرة السرعة بعشرين نقطة، إجابة خاطئة. نور الهدى عرفة، البطلة المصرية في رياضة التجديف، وبطلة عندها 23 سنة، ولازم نعرفها ولازم نحييها كلنا. حصلت على الميدالية الذهبية في فرنسا. سؤال طار من فريق أطلس. السؤال الثالث حنان، اتفضلي. السؤال الثالث للتشالنجرز، وهنشوف موضوع السؤال ايه. لفة كاملة يا حنين. فنون، سؤال في الفنون. يا ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ تلاتين. تلاتين. تلاتين نقطة. دوس على البازر. فنون، والسؤال هو: من هو الفنان الذي قام بدور عصام في فيلم أفريكانو؟ كان بطولة أحمد السقا ومنى زكي وحسن حسني، قصة وإخراج عمرو عرفة. مين اللي عمل دور عصام؟ ثانيتين. في الثانية الأخيرة 30 نقطة، إجابتك. أحمد عيد. فريق أطلس موافق، وأحمد عيد إجابة صحيحة.
احمد عيد الاجابه صحيحه وكده النتيجه 75. تشالنجرز كنتوا فين؟ كنتوا فين من بدايه المباراه؟ احنا خدنا 75 خلاص. الحمد لله 100 اطلس. انت عارف ان سؤال واحد بس، سؤال واحد كده بتاع طرابلس، انا كنت هجاوبه، سؤال واحد بتاع طرابلس كانت بقت النتيجه 80، كان ممكن تتعادلوا، لان انا اعتقد من خبرتي ومعرفتي بمحمود سعد مش هياخد الجوكر. قفلها يعني. طيب تغريد، اتفضل يا تغريد اخر سؤال. والنتيجه اتحسمت طبعا لفريق اطلس انه مش هياخد الجوكر، فاخر سؤال وهنشوف السؤال الاخير لفريق اطلس. والف مبروك فريق اطلس، اول 3 نقاط طبعا، الف مبروك. اتفضل يا تغريد لفه كامله. ده انتوا هتاخدوا الجوكر، هتاخدوا الجوكر. يعني مفيش فايدة. محمود تعبوا تتسألوا فيه؟ رياضة. رياضة. طب رياضة يبقى 30 نقطة بقى؟ لا لا 20 نقطة. ممكن يضيع مني. ممكن يطير. اه ممكن في ثانية يطير. مع ان احمد الجرحي عملها الموسم احمد الجرحي. احمد الجرحي عملها. صح. فعلا احمد الجرحي خد الريسك وعملها. مغامرة. احمد الجرحي قلبه مغامر فعلا يعني. بس انا لو منهم ما اعملهاش طبعا. انا لو منهم اعملها واعمل دراما ويبقى في اخر سؤال كده، ايه رايك؟ صعب. اجي ادوس على البازر؟ لا 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 صعب. اجي ادوس على، انا جاي. لا لا خلاص. طيب اخر سؤال في الرياضه، سؤال ب 20 نقطه، والف مبروك لفريق اطلس. شكرا. اول 3 نقاط في البطوله، نحيي كلنا فريق اطلس. فريق تشالنجرز كانت مباراة ابتدت بصعوبة وتخضيتوا، ولكن قدرتوا ترجعوا في مباراة تاني، برافو عليكم. شكرا. النقاط دي مهمة جدا علشان مجموع النقاط في التصفيات في الآخر. صح. السؤال الأخير رياضة، والسؤال هو من هو أول نادي حصل على كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم؟ ما هو أول نادي حصل على كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم؟ كان سنة 1973. مين؟ سؤال مستهف. ميلان. إجابتك؟ أياكس أمستردام. النهائي كان ما بين ميلان وأياكس. وأياكس أمستردام. النتيجة انتهت كام؟ مش فاكر بصراحة. ممكن 3-1. بمجموع الماتشين 6-1. 6-1 هو الماتش الثاني. 6-1 لصالح اياكس، وبرافو عليك يا محمود. اياكس اجابه صحيحه. 20 نقطة ونهاية قوية لفريق اطلس، ألف مبروك فريق اطلس 120، وهارد لك لفريق تشالنجرز 75. أول 3 نقاط في المجموعة الأولى لفريق اطلس. بشكركم وبتمنى لكم كل التوفيق. يا تشالنجرز ارجعوا واستعدوا. تمام. اتفقنا؟ اتفقنا. محمود سعد جبت كام نقطة الماتش ده؟ 100 تقريبا. 100 لا مش تقريبا، أنت عارف هي 190 110. أنت جبت كام؟ جبت 100 نقطة. ما شاء الله عليك، لازم أحييك. برافو عليك. وبكده يبقى اجمالي النقط اللي حصل عليها اصحابنا العباقره في حلقه النهارده 195 نقطه، وكل نقطه ب 1500 جنيه بما يساوي 292500 جنيه من البنك الاهلي لرعايه ابطال مصر الرياضيين. الف مبروك فريق اطلس 120، وهارد لك لفريق تشالنجرز 75. والى اللقاء وحلقه جديده مع العباقره.